استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وعبر معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وذلك خلال اللقاء الذي حضره معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حامد العامر.